السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع حضور الكرام من إيميرج أفريكا بالعربي. النهاردة بنحب نرحب بيكم في ورشة جديدة من ورش الإيميرج أفريكا بالعربي، ونحب نرحب بالدكتور زهير ناجي. الدكتور زهير ناجي هو محاضر في جامعة النجاح الوطنية بنابلس فلسطين، ويعمل مستشار بتصميم التعليم بصورة مستقلة ومتخصص في عملية التصميم التعليمي وإنتاج المحتوى الإلكتروني. هنتكلم النهاردة وهنكون معاه إن شاء الله خلال الورشة الحالية في مفهوم كبير قوي نحتاجه في الفترة الحالية بسبب الظروف القائمة في العالم كله، إن إحنا نشوف التقييم في التعليم عن بعد، وحيث إن إحنا نفهم مفهوم التقييم وأساليب المستخدمة في التقييم ده. هنسيب الورشة دلوقتي مع دكتور زهير، وأهلا ومرحبا بك دكتور زهير في الورشة معانا، وشكرا ليك على وقتك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع. شكرا لك دكتور محمد، شكرا لإيميرج أوف أفريكا، وشكرا أيضا لجميع الحضور المهتمين بمفهوم مهم جدا يتعلق بعملية التقييم في التعلم عن بعد أو التدريس في عن بعد في حالات الطوارئ أو ما يسمى بالتعلم الإلكتروني. في الواقع أنا تقريبا قمت بعملية تلخيص لأهم وأفضل الممارسات لعملية التقييم في التعلم عن بعد. قبل ما أبدأ بالمحاضرة، إذا كان الصوت غير واضح أو أني سريع في الكلام، تعطيني إشارة أو تعمل raise your hand حتى أتوقف. أتمنى من الجميع أن يكون بعمل ميوت للصوت، فقط الشخص الذي يريد أن يستفسر أو يسأل يكون بتفعيل المايك حتى لا يكون هناك في عملية تشويش. أنا هطلب من حضرتك دكتور زهير بس سؤال واحد وكمان حضور الكرام، يعني تكرم من حضراتكم إن جميع الأسئلة يعني المايك اللي عاوز يتكلم في المايك يكتب رقم واحد ساعد ما يفتح وقت الأسئلة، عشان ما فيش المايك يتفتح بصورة عامة لجميع الناس كلها في وقت واحد. يبقى نحدد الوقت وكل واحد يكتب رقم واحد أو رقم اثنين مثلا ساعد ما كنا متفقين عليه ساعد ما نفتح وقت الأسئلة إن شاء الله. إن شاء الله ماشي بإذن الله. خلينا نبدأ. جميعنا أكيد جميعكم خبراء في التعليم التقليدي، خبراء ولكم خبرة يمكن الاستفادة منها في التعليم عن بعد أو التدريس عن بعد، بالإضافة إلى ذلك لكم خبرة في التعلم الإلكتروني. لابد أن كل شخص له دراية ووعي في عملية أو دور التكنولوجيا في تقريب المفاهيم التربوية، ولكن كما ذكرت في البداية المشكلة أو المعضلة الأساسية ليست البنية التحتية بقدر ما هو عملية التقييم للطلاب وعملية قياس نتائج العملية التعليمية. بشكل عام نبدأ بالنسبة المقارنة ما بين التعلم عن بعد والتعليم التقليدي، ما الفرق بينهما؟ في حدا بحب يجاوب لنا كيف؟ لأنه بحب استفسر يكون على شكل نقاش. الحابب يجاوب يا ريت يحكي يرفع. ممتاز. اوكي تفضل استاذ محمد احمد. او تمام. عمليه التركيز راح اركز بشكل عام. نعم يا ريت والله اذا في حد حابب يحكي يرفع ايده. أوكي ماشي ما فيها مشكلة. بشكل عام التعليم التقليدي هو التعليم الموجود في داخل الوجاهي أو الموجود في داخل الغرف الصفية، حيث يكون هناك لا يوجد فارق زماني أو مكان ما بين الطالب وما بين المعلم، بينما في التعلم عن بعد هناك في بعد مكاني في بعد ممكن زماني، وإضافة إلى ذلك إلى عملية استخدام التكنولوجيا. إذا لنتفق ما دام هناك فروق زمانية ومكانية في التقييم في التعليم، لابد أن يكون أيضا هناك فرق ما بين عملية التقييم وهي عملية قياس نتاج العملية التعليمية، سواء كانت على الصعيد المادي التربوية أو المادي التعليمية أو على صعيد المهارات المكتسبة من قبل الطالب، بالإضافة إلى عملية تقييم المعلم أو الميسر لعملية التعليم. بشكل
بشكل عام التعلم عن بعد هو عبارة عن أي نظام تقوم به مؤسسة تعليمية من خلال استخدام شتى أنواع التكنولوجيا. والآن نتكلم عن التكنولوجيا، لو قبل 20 سنة تكلمنا عن التكنولوجيا كان هناك الأوفر هيد بروجيكتور، السلايد بروجيكتور، التلفاز، الفيديو، كل هذا كان جزء من أنواع التكنولوجيا. ولكن في الوقت الحاضر اختلف الوضع نوعا ما، تطورت التكنولوجيا، أصبح هناك بالنسبة للتعلم من خلال النقال أو التعلم من خلال إنترنت الأشياء، التعلم من خلال بالنسبة للتكنولوجيا الملبوسة ويربل تكنولوجي. وبالتالي ما دام هناك في تطور في التكنولوجيا لابد أن يكون هناك تطور في النظام التقييم بشكل عام. في أي سؤال أو استفسار؟ أنا مش بسرعة على أساس إنه يسحب سرعة. خلينا نتفق مع بعض قبل ما نبدأ بعملية التوضيح. أدوات القياس والتقييم في عملية التعليم عن بعد لابد أن نفرق، هناك فرق أساسي وفرق جوهري ما بين التعلم عن بعد في الوقت الحاضر وبين التعلم عن بعد كمفهوم بشكل عام. فالتعلم الموجود حالياً هو عبارة عن نتاج عملية طوارئ تم إقرارها لمحاربة أو لتفشي فيروس كورونا، حيث أن المعلم كان أو المدرس أو بالنسبة للمحاضر قام في بداية الفصل الدراسي بتصميم المادة التعليمية بشكل كامل على أن تكون وجاهية من خلال حضور الطالب والمحاضر في نفس المكان والزمان. فجأة تم التحويل إلى التعلم أونلاين خلال فترة زمنية قصيرة ممكن تكون أقل من 24 ساعة، فكان هناك عنصر المفاجأة، كان هناك عملية بالنسبة للضغط النفسي للطالب، الضغط النفسي للمعلم، لأنه ليس معروفا متى ستنتهي حالة الطوارئ. وبالتالي عملية الانتقال هذه لا نستطيع أن نقول عبارة عن تعليم عن بعد، وإنما هي عملية تدريس عن بعد في حالات الطوارئ، حيث عبارة عن تحول مؤقت لنقل التدريس من النظام التقليدي للنظام التكنولوجي من أجل عملية التواصل، من أجل تقديم بعض الخدمات التعليمية. الآن لو جئنا نقارن في عملية تصميم المقررات للتعليم عن بعد مع المحاضرات فيها التدريس عن بعد، سيكون هناك فرق شاسع جدا من حيث الجودة ومن حيث بالنسبة لمكونات المحتوى الرقمي. الآن لاحظ عندي الفرق، ما هو الفرق؟ لاحظ عندي الصورتين A و B. الصورة الواحدة منها تمثل التعلم عن بعد، والأخرى التدريس عن بعد. أيهما تعتقد أن A أو B عبارة عن تدريس عن بعد؟ في حالة بحب يجاوب؟ أي الصورتين A أو B هي عبارة عن تدريس عن بعد أو عبارة عن تعلم؟ مين معي؟ A، نعم. هل هي A تدريس عن بعد أم B؟ يا ريت نداء تحددي بالنسبة له. بي بتخيل دكتور. نعم دكتور حياة بعد إذن حضرتك. تفضل دكتور. احنا متوافق، يعني اللي عاوز بيتكلم بيرفع ايده بس عشان السيشن تبقى مقفولة، يعني اللي هيرفع ايده هو اللي هيتكلم. اوكي اكيد دكتور. تفضلي فعلا. ماشي دكتور حياة، بعد إذن حضرتك وبقيت اوكي دكتور تمام. بقيت الناس البروفيسور احمد صادق بعد إذن حضرتك في المايك. دكتور هيا تفضلي. دكتور بتخيل اللي بيمثل التعليم التقليدي A وما يمثل التعليم عن بعد هو B. وطبعا التوضيح بشكل بسيط جدا، صعوبة الحركة بالشكل الهندسي، فبي دائما وأبدا يعني الانتقال هون في سلاسة ما بين سواء نقل المعلومة من المعلم إلى المتعلم، بينما الحركة الثانية فيها صعوبة وفيها تعثر سواء على المعلم أو على المتعلم في تلقي المعلومة. شكرا. نعم شكرا لك دكتورة. نتلقى دلوقتي دكتور ناصر. دكتور ناصر تفضل. أيوة السلام عليكم. تقريبا نفس قالت الدكتورة هي، يعني ما في زيادة يعني. جزاك الله. نعم
فعلا هو بي هو عبارة عن عملية التدريس عن بعد في حالة الطوارئ، لأنه سيكون متعثر. هناك مشاكل ومعيقات وصعوبات تواجه التعليم، والسبب في ذلك هي عملية الانتقال المفاجئ. بينما كما نعلم أو كما تعلمون، عملية التعليم التعلم عن بعد هي عبارة عن عملية تنظيمية، عملية مستمرة لعملية التصميم، تبدأ من عملية تحديد الاحتياجات، ومن ثم تنتهي بعملية نشر المقررات للطلاب. لاحظ قبل ما أبدأ بعملية الحديث عن عملية التقييم، إحنا بنعرف بالنسبة لعملية تصميم المقررات الإلكترونية تتم في مرحلة متتالية، عدة خطوات متسلسلة ومتتالية. وبالتالي عملية التقييم اللي بتلاحظ عملية الستوري بورد الكومبوننتس تبدأ بالنسبة لتوقع لمخرجات التعلم. التوقع ما هي عبارة عن الأدوات التي سنقوم بعملية استخدام عملية التقييم، ومن ثم عملية التطوير. وبالتالي إذا من هنا نفهم أن عملية التعلم عن بعد وخاصة عملية التقييم هي نقطة أساسية من بداية تصميم المقرر الإلكتروني. قبل البدء بعملية التصميم نبدأ بتحديد احتياجات الطلاب needs analysis و needs assessment حتى نجد هناك تكون فجوة، ومن ثم يوجد عند الواقع المرغوب، وبالتالي نقوم بتحديد الفجوة لحلها من خلال محتوى معين، وفي نفس الوقت نقوم بعملية تصميم أدوات التقييم التي سنقوم باستخدامها سواء كان أثناء عملية التعليمية أو بعد عملية التعليم. الخطوة الأخرى من عملية التصميم التعليمي عبارة عن عملية تصميم المقرر سواء كان بشكل عام، ومن ثم دمج التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا في عملية التصميم. وآخر جزء وهي عبارة عن عملية انخراط الطالب وعملية تفاعل الطالب مع المحتوى، راح نتكلم عنها لاحقاً. أن النقطة الأساسية في عملية الانكيجمنت أو عملية الانخراط ممكن تقسم إلى ثلاثة أقسام. جزء منها عملية الأسسمنت عفواً، اللي تبدأ من عملية تفاعل ما بين المتعلم والمتعلم، ممكن يكون تقييم الأقران ومن خلال المشاريع. أيضاً عملية تفاعل ما بين المحاضر وما بين الطالب من خلال الفيدباك، من خلال المحاضرات المباشرة. والجزء الأخير يتعلق ما بين مين؟ ما بين المتعلم والمحتوى. وهذه نقاط مهمة جداً، هناك عدة معايير حتى نكون بوضع عملية تصميم المحتوى الرقمي التفاعلي. في أي صار استفسار؟ الآن بعض التعريفات المرتبطة بعملية التقييم عن بعد والتقييم التعليم الإلكتروني. عرف محمد السيد عملية التقييم في التعليم عن بعد هي عبارة عن منهجية مخططة، مخطط لها سابقاً من بداية تصميم المحتوى الرقمي أو المقرر الإلكتروني، تبدأ من البداية. في حد ما عنده موجود؟ ومن ثم عملية إيش؟ طبعاً على من خلال استخدام إيش؟ الطريقة المثالية في عملية تصميم الأدوات التي سيتم استخدامها في عملية التقييم. الآن نقطة للتوضيح، ممكن أن تكون أيضاً عملية التعليم عن بعد من خلال بالنسبة للقنوات الفضائية، من خلال بالنسبة للمحطات الإذاعية. لهذا السبب نسميه ممكن تعليم عن بعد، ومش شرط أن يكون تعلم من خلال الإنترنت، لأنه البعض يستفسر يقول هذا التعليم عن بعد هو فقط من خلال الإنترنت. لا، ممكن يكون من خلال القنوات الفضائية أو من خلال بالنسبة للمحطات الإذاعية. تقييم التعليم الإلكتروني بشكل عام هو عبارة عن عملية استخدام وتوظيف التكنولوجيا في عملية التقييم. طبعاً ممكن تكون عملية التقييم من خلال تصميم بالنسبة لمحتويات مختلفة، ممكن عملية استخدام تصميم محتوى يختلف من مستوى واحد إلى مستوى اثنين أو إلى مستوى ثلاثة، راح أتكلم عنها لاحقاً. نعم، سيتم إن شاء الله مشاركة المحاضرة من خلال الدكتور محمد
تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور على الاشاره، بس يا ريت يا جماعه الاسئله الشخصيه تبقى موجوده على الجروب كامل بحيث ان احنا كلنا نستفيد. شكرا لحضرتك يا دكتور زهير. ممتاز. الان ندخل في الموضوع المهم، طبعا في البدايه كان مهم ولكن هنا الاهم. عندي ثلاث انواع من التقييم في عمليه التصميم. تصميم المحتوى الرقمي في البدايه لابد ان يكون بعمليه تقويم تشخيصي. احنا كمصممين تعليميين بنكون بعمليه ايش؟ تحديد الاحتياجات، تحديد الفجوه، حتى نكون بعمليه ايش؟ اقتراح الحلول التي سيتم استخدامها لتقليل الفجوه او الغاء هذه الفجوه، تكون غالبا قبل عمليه التعلم وقبل عمليه التصميم التعليمي. التقويم الجزء الثاني وهو من خلال عملية التعلم أو أثناء عملية التعلم في نفس العملية اللي بنسميه الفورماتيف أو التقويم البنائي أو التكويني. والجزء الأخير هو عبارة عن التقويم النهائي وهو يكون غالبا بعد نهاية الفصل أو بعد نهاية وحدة دراسية معينة. إذا كان عندك، إذا كنت مصمم المقرر الإلكتروني على شكل وحدات على شكل موديلز، ممكن كل موديل يكون له تقويم نهائي منفصل، وجمعياته ممكن تكون في النهاية عبارة عن إيش؟ تقويم نهائي في نهاية المقرر. الآن بالنسبة ما أهمية التقويم بالنظام التعليمي أو علاقة التقويم بالنظام التعليمي؟ فعندنا إذا بتلاحظ هنا أن عملية التقويم اللي هي في قلب النظام التعليمي ترتبط ارتباط وثيق مع المدخلات اللي هي عبارة عن معلم ومتعلم ومنهج، ومنهج يكون له مواصفات محددة، ومن ثم العمليات وهي عبارة عن استراتيجيات التدريس والطرق التدريس المتبعة، وآخر جزء اللي هو يكون عبارة عن تحقيق الأهداف التعليمية وهي تعتبر جزء من المخرجات. وهناك كثير ما نسمع عملية التقييم بناء على المخرجات، يعني تكون أنا عارف ما هي المخرجات وبالتالي أقوم بعملية بناء أدوات التقييم التي أريد استخدامها سواء كان في التعليم التقليدي أو في خلال التعليم عن بعد. أيضاً عندي علاقة التقويم في المنهج. في البداية لاحظ أن أيضاً أهداف المنهج تكون مرتبطة مع التقويم، ومن ثم أنشطة المنهج، الوسائل التعليمية، الاستراتيجيات أو طرق التدريس، ومن ثم المحتوى. إذاً بنلاحظ من هذين الشكلين أن عملية التقويم هي عبارة عن إيش؟ لوب العملية التعليمية للتأكد. طبعا راح لاحقا أتكلم أنه ممكن عملية التقويم عملية التعلم أو من أجل التعلم، في عندي فرق. إذا التقييم هو أساس التغيير، هو أساس معرفة الفجوات ومن ثم وضع الحلول المناسبة لهذه الفجوات حتى عملية تقليل هذه الفجوات أو إنهاء. في عندي نوعين من أنواع التقييم، هو عبارة عن تقييم عملية التعلم assessment of learning، ومن أو عملية تقييم من أجل التعلم اللي هي assessment for learning. هناك في فروق. الجزء الأول يكون متمركز حول المعلم، إنه المعلم يكون بعملية إيش؟ التقييم، سواء كان من حيث تقييم معرفة الطلاب بده يكون غالبا في نهاية المقرر الدراسي تجميعي، غالبا يتم استخدامه فقط لمرة واحدة، دائما يتم التركيز على المهارات البسيطة، وأيضا هو غير مرن. بالإضافة إلى ذلك أن يكون هو عبارة عن جزء من المنهاج بشكل إيش؟ موجود عندي مندمج في المنهاج بالشكل الكامل، ولكن أيضا بيكون عمل إيش؟ في نهاية المقرر. من أجل التعلم، هذه النقطة المهمة جداً وهي راح نركز عليها في عملية التقييم عن بعد، أن يكون متمركز حول الطالب، وغالباً نقول أن الطالب يكون شريك في عملية اختيار آلية التقييم المناسبة له. دائماً عملية التقييم تتم على المهارات، تقييم المهارات التي اكتسبها الطالب، عبارة عن أو لاحقا راح أكون عليه أو أحكينا عبارة عن عملية التقييم المستمر اللي بتكون طوال عملية التعلم. هناك بيكون في عملية تقييم مستمر للطالب، التركيز على المهارات العليا، وهو عبارة عن مرن يعتبر جزء من
المنهاج بشكل أساسي. في سؤال أو استفسار؟ لو سمحت. السلام عليكم. تفضلي. أنا عايزة أستفسر عن التعليق التقييم للمعلم. في جملة حضرتك الشريحة متمركز حول المعلم، تقييم التعلم. نعم. فهل حضرتك تقصد أن أنا كمعلم بيتم تقييمي من قبل المشرفين علي في العملية التعليمية، ولا أنا أقدر أقيم المحتوى بتاعي بحيث يكون، يعني أنا كلمة متمركز حول المعلم لقيتها في مصادر كتيرة مختلفة ما بين assessment of learning and assessment for learning. كلمة متمركز حول المعلم دي مش موجودة في مصادر كتيرة إلا في المصادر العربية، لأن في معظم المصادر الأجنبية بيركزوا إن ما فيش حاجة اسمها إن التيتشر أو الستودنت هم اللي بيعملوا عملية الأسسمنت. فلو أنا بس بطلب من حضرتك توضح لي الفرق ما بين متمركز حول المعلم في تقييم التعلم. نعم، هنا أنا أقصد هنا تيتشر سنتر، أقصد بها أن المعلم هو الذي يقوم بعملية التقييم لمين للطلاب، سواء كان في خلال عملية التعلم، وغالبا ما تتم هذه العملية في نهاية الوحدة أو نهاية الفصل الدراسي. يقوم باستخدام اختبارات بشكل عام، كاختبار نهاية الفصل أو اختبارات نصف الفصل بشكل عام. ممكن أن تكون، لاحظ أنا قلت لمرة واحدة، هل المقصود فيها أن يكون ليس عملية أن يتم تقييم المعلم من حيث الأداء أو تقييم المحتوى من إذا كان مناسب للماء لا الفئة فئة التدريس أو الفئة المستهدفة أم لا؟ أقصد أن المعلم هو الذي يقوم بعملية التقييم بشكل إيش؟ أساسي. أيوة. للطلاب، ولا يكون للطالب أي دور هنا في عملية التقييم. بينما في عملية التقييم من أجل التعلم، كما سنلاحظ لاحقا، أنه ممكن الطالب يكون جزء من عملية التقييم إذا كان عملية تقييم ذات أو تقييم أقران. يس صحيح صح. دكتور زهير، بعد اذنك. شكرا دكتور زهير، بعد اذن حضرتك مايك، بعد اذن حضرتك تفضل. ما كتير، لا انا بتكلم مع الدكتور، لان يعني احنا في اتفاقيه على الجروب ان احنا مثلا اللي هيتكلم هيرفع ايده. انا متاسفه جدا، انا شكرا جزيلا. ما مش مشكلة، أنا أحب تكون على شكل نقاش. دكتور زهير الصوت، بقول أنا أتمنى وبحب أن يكون بالنسبة للورشة على شكل نقاش بين وبين الحضور المتدربين. واضح الصوت؟ ألو؟ واضح واضح الدكتور، واضح واضح دكتور، واضح دكتور، ماشي واضح دكتور، الله يستمع فعلا، ماشي شكرا. إذن عملية التقييم، لاحظ هنا نقطة مهمة جدا، عملية التقييم في التعلم عن بعد هي عبارة عن عملية معقدة وتعتبر استهلاكا للوقت. ليش؟ لأن عملية التقييم بده يكون لعدد كبير جدا من الطلاب، إذا كان الطلاب بكالوريوس أو طلاب مدرسي 50 طالب 40 طالب، في يكون يجب أن يتم تقييمهم في وقت قصير جدا وبأساليب متنوعة، وهذا طبعا تعتبر إيش؟ استنزاف لوقت المعلم ووقت وقت المحاضر، لأن عملية تحتاج إلى قراءة أوراق، كتابة تغذية راجعة، ممكن بالنسبة لعملية إعادة التصحيح بتكون عملية مالها مستمرة. لهذا السبب ممكن تكون عملية تقييم الطلاب في النظام التقليدي إذا كانت امتحانات ممكن تكون فترة بسيطة جدا مقارنة بعملية التقييم في التعلم عن بعد. الآن أدوات التقييم في التعلم عن بعد مقسمة إلى 3 أقسام. سؤالي الأول هي عبارة عن أدوات التقييم البديل أو التقييم الواقعي Authentic Assessment. بالإضافة أسف المقاطعة دكتور. نعم زهير، لأني برجاء نلتزم بقواعد اللي هي المحاضرة عشان نقدر نستفيد كلنا يا جماعة. المحاضرة اللي عاوز يرفع سؤالي يرفع إيده عشان نتكلم فيها.
دكتور ناصر بعد اذن حضرتك اقفل المايك على ما نفتح المحادثه. سعد من دكتور زهير يقول في محادثه نفتح المايك على طول لكل الناس. شكرا لحضرتك جميعا يا فندم، شكرا لكل وقتكم معانا. شكرا دكتور زهير واسف المقطع تاني. ولا يهمك، شكرا. ماشي، اذا معنات ادوات التقييم في التعلم عن بعد ثلاث انواع من الادوات: ادوات التقييم البديل او الواقعي authentic assessment، ثم ادوات TFU وهو عباره عن teaching for understanding للتقييم، والجزء الاخير تعتبر جزء من ادوات التقييم التقليديه وهي عباره عن اختبارات محوسبه قصيره، ممكن تكون عباره عن بنوك الاسئله الالكترونيه، والجزء الاخير عباره عن الاختبارات الالكترونيه. الان ساتكلم بالتفصيل عنها. ساتكلم ممكن ربما اللي استخدم فيكم ادوات التقييم ربما يكون فميل عادي بالنسبه له لهذه الادوات، وراح يشعر انها ايش استنزاف للوقت، ممكن انها ايش تكون مفيده في عمليه التقييم. اول التقييم البديل وهو عباره غالبا ما تكون عباره عن متمركزه حول الطالب، وتوجد منها عده انواع اثناء التعلم قسمت وبعد التعلم، يعني اثناء الفصل الدراسي. اول جزء اللي هي عباره عن منتديات النقاش، وخاصه اذا كان المعلم او المحاضر يستخدم بعض انظمه اداره التعلم learning management system كنظام موديل او نظام بلاك بورد، حيث يستطيع المحاضر انشاء منتدى للحوار والمناقش الاسبوعي، بحيث يكون بطرح سؤال ومن ثم الطلاب يقوموا بالتفاعل. ولكن في هذه النقطه بالذات يجب على المحاضر ان يقوم بتصميم نموذج التقييم. ماذا تريد من الطلاب؟ ما هي توقعاتك من الطلاب؟ هل فقط ان يقوم الطالب بكتابه رد على سؤالك، ام ان تريد ان يكون هناك تفاعل ما بين الطلاب مع بعضهم البعض؟ بمعنى الطالب X أجاب على أسئلة المحاضر، ومن ثم الطالب Y قام بكتابة رد لإجابة سؤال الدكتور، وبالتالي يجب أن X Y أن يكون هناك تفاعل ما بينهم. إحنا بنسميه عملية التفاعل المعقد، تفاعل ثنائي الاتجاه ومتشحن. هاي بالنسبة لأهم نقطة موجودة عندنا. في الواقع من خلال تجربتي نسبة كبيرة جداً يكون التفاعل أحادي الجانب، يعني المحاضر يكون بكتابة صياغة سؤال على منتدى الحوار، والطالب فقط يكون بالإجابة وانتهى. ما بيكون في عملية إيش تفاعل ما بين الطلاب أنفسهم مع بعضهم البعض وما بين المحاضر. الخرائط المفاهيمية، إحنا جميعنا بنعرف إن الخرائط المفاهيمية ممكن استخدامها في عملية كأحد استراتيجيات التدريس. كيف نستطيع استخدام الخرائط المفاهيمية؟ لنفترض أنني أقوم بتدريس مثلاً عن تضاريس مصر، لأن أقوم ببناء خارطة مفاهيمية للمفاهيم الأساسية الموجودة في أو التضاريس الأساسية الموجودة في مصر، ومع كل تقدم في كل محاضرة أطلب من الطلاب أن يقوموا بإضافة معلومات جديدة على كل مصطلح أو كل مفهوم. هذه نقطة مهمة جداً ممكن الطلاب يقوموا بتقييم أنفسهم عليها. الجزء الثالث اليوميات أو من خلال استحداث جورنال. ممكن تكون الجورنال على شكل ملف وورد، أو ممكن تكون على شكل مدونة على عبر الإنترنت، بحيث بعد كل محاضرة يقوم الطالب بكتابة عملية تأمل، إجابة سؤال، أو البحث عن بعض المواضيع ذات العلاقة، ويقوم بوضعها في داخل الجورنال أو داخل المدونة. وطبعا في هذه الحالة لابد من عملية وضع آلية للتنفيذ. كيف سيقوم المحاضر بتقييم اليوميات؟ أنه يجب أن كل أسبوعيا يتم تحديثها، ويجب أن يكون هناك تفاعل و تعليقات من قبل الطلاب لبعضهم البعض. أوراق العمل فهي درجة الاستخدام الموجودة بالنسبة عبارة عن يكون نشاط. الجزء الثاني الأخير وهو عبارة عن استخدام أدوات الجاميفيكيشن أو التلعوب مثل كاهوت. هذا نقطة مهمة جدا.
عملية استخدام أدوات تلعيب أو الألعاب التحفيزية هي عملية استخدام عناصر اللعبة في عملية التقييم، من حيث إيش؟ يتقييم الطلاب من حيث الترقي من مستوى إلى مستوى أعلى، ولكن أيضا هذه تحتاج إلى عملية إيش؟ التصميم الأنشطة التعليمية التي سيتم تقييم الطلاب عليها. في أي سؤال أو استفسار بالنسبة لهذه الأدوات لعملية التقييم أثناء عملية التعلم؟ ممكن تكون أسبوعية، ممكن تكون نصف، شهرية، حسب النشاط للمحاضر. ممكن نسمع الدكتور حسين. تفضل دكتور حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا دكتور، سعداء جدا بوجودنا معاك طبعا، والف شكرا للدكتور محمد، بارك الله فيكم جميعا. وانا اسعد دكتور. الله يخليك يا دكتور. لو تكرمت بس يا دكتور، محتاجين امثله ثانيه زي كهوت، ان هي حاجات زي كده بتبقى سهله جدا في التطبيق، يعني هل في امثله تطبيقات اخرى زي كهوت؟ نعم، في عده مواقع مجانيه موجوده، راح اعرضها لاحقا في الجزء الاخر. سكوراتيف ايضا ممكن استخدامها، هو عباره عن ويب بيست ايفالويشن تول، وراح استخدمها في ممكن استخدامها اثناء عمليه التعلم وبعد عمليه التعلم. فهناك ادوات كثيره، فقط ادخل على جوجل واعمل عمليه بحث عن ادوات التقييم كاهوت او الجاميفيكيشن، ستجد 10 مواقع ممكن استخدامها في عمليه التقييم. ولكن انا بفضل دائما استخدام الكاهوت لانه يدعم اللغه العربيه، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني عملية الكتابة من اليمين إلى اليسار سهلة جدا وما هي معقدة مثل بقية البرمجيات الأخرى. أي حد من الضيوف الكرام عنده سؤال يرفع إيده؟ مفيش أسئلة يا دكتور زهير. الآن بعد عملية التعلم ممكن تكون في نهاية الفصل، في عندي تقييم الزملاء للأسسمنت بير أو بالنسبة لتقييم الأقران ممكن استخدامها بعد التعلم. التقييم الذاتي، أن يقوم الطالب بتقييم ذاته. ممكن يكون هناك ملف إنجاز، ولكن يجب على المحاضر أن يقوم في بداية الفصل الدراسي في أول محاضرة أونلاين يعطي للطلاب السيلبس أو وصف المقرر وما هي توقعاته من أعمال الطلاب، أضف إلى ذلك آلية التنفيذ، آلية التقييم التي سيتم اتباعها، مع وضع إما روبريك أو قائمة تشيك ليست إنه على أساس ما هي التوقعات من الطلاب في تنفيذ المهام التي في خلال ملف إنجاز أو في تقييم الداتا وتقييم الزملاء. المختبرات الافتراضية ممكن استخدامها الآن العديد من الشركات، قامت بوضع مواقع لعملية الاختبارات الافتراضية. كذلك تستطيع أنت كمحاضر إذا كانت عندك دراية في استخدام برنامج سمارت نوتبوك أن تقوم بتصميم اختبارات عبر المختبرات الافتراضية، وخاصة سمارت نوتبوك 20، هذا بوفر هذه الخاصية بحيث يستطيع المعلم أو المحاضر بإنشاء اختبارات تفاعلية من أجل تقييم الطلاب. الجزء الأخير يتعلق بعملية المشاريع، هي المشاريع الجماعية، وهنا أيضا في البداية يقوم المحاضر بتصميم أداة التقييم أو الروبريك، ما هي عناصر المشروع، ما هي عناصر الورقة البحثية أو أوراق العمل التي يجب على الطالب أن يقوم بتقديمها للمحاضر، بحيث يقوم بتقسيمها إلى عدة أقسام، عدة محاور، ومن ثم يقوم برصد درجة على كل محور. الآن من بعض المعيقات المهمة جدا في عملية التعلم عن بعد وعملية التقييم عفوا عن بعد، أنه بقول لك الطالب ممكن أن يدخل على الإنترنت ويعمل كوبي أند بيست ويقدم لميد للمحاضر وكله تفضل هاي الواجب. فأنا بدأ من خلال التجربة أعطيك نقطتين. النقطة الأولى، ممكن تستخدم برنامج الكشف عن السرقة الأدبية لبلاجيرزم،
وكثير من برامج ممكن تدعم للغة العربية، وبالتالي يقوم المحاضر بإدخاله على هذا البرنامج وتعطيه نسبة السرقة الأدبية إن وجدت. هاي جزء. الجزء الثاني والأهم أنك أنت كمحاضر تستطيع تحديد أو توجيه الطلاب لكتابة موضوعات تتعلق بالحياة الواقعية، تتعلق بالمشاكل الواقعية الموجودة في بيئة الطالب. يعني إذا كان موضوع رايتنج في اللغة الإنجليزية، ممكن نطلبه يكتب موضوع مثلاً عن تأثير الكورونا فيروس على التعليم مثلاً. صح موجود شغلات كثيرة موجودة على النت، ولكن إذا بحدد لا الطالب على التعليم في مصر، على التعليم في فلسطين، على التعليم في الجزائر، ما بنلاقي كثير أبحاث تتعلق بأثر الفيروس على التعليم في الجزائر وفي مصر. ممكن لك بشكل عام، ولكن لما نكون بعملية تحديد الموضوع من أرض الواقع للطالب، سيبدأ الطالب بالاجتهاد والبحث عن مصادر متنوعة لاستخدامه. ممكن هنا أحقق فائدة للطالب ذهب وقام بعملية إيش؟ البحث عن مواضيع متنوعة لتقديم الواجب. في أي سؤال واستفسار؟ عندنا في الدكتور الدكتورة هي ممكن تفضل. السلام عليكم دكتور. يسلم الله يعطيك العافية دكتور زهير، ويعطيكم العافية جميعا. بدي أسأل بالنسبة لموضوع البلاجيرزم، يعني أنا حاليا من الأشياء اللي منواجهها لما بنعطي للطلاب assignments إنهم يجهزوها، وبستخدم أنا مواقع عندي الجرامرلي بدخل عليه ضمن اشتراك شهري، وعندي كمان في البلاجيرزم تشيكر، وفي مجموعة من الطلاب إنه أنت بتكون مثلا مش لأول فصل دراسة بتتعامل معهم، فأنت بتعرف قدراتهم حقيقة بالكتابة، ومع ذلك لما أنت بتدخل العمل الأسبوعي أو خلينا نحكي النصف شهري للطالب على هاي المواقع، بعطيك 100% يونيك. أنت عارف أنه لغاية الآن هذا مش شغل الطالب، يعني أنا طلابي بعرفهم، في طلاب معي لمدة مساقين ثلاث مساقات، فيعني برضو المشكلة ما زالت موجودة. مش عارف شو في هيك، إذا في من الزملاء في أفكار عندهم كيف ممكن أنه الواحد يتجاوز هاي النقطة. برضو في عندي دكتور سؤال بالنسبة للإي بورتفوليوز، شو ممكن أشياء غير تقليدية من خلال خبرتك أنت مع طلابك أنه نقيم الطلاب عليها، بعيدا عن أوراق العمل وبعيدا عن assignments، هل في أشياء أخرى بتقترحها ممكن إنه إحنا نستخدمها؟ لأنه لما بدك أنت بيكون في عندك 100 علامة عن جد، وبيكون مثلا البورتفوليو عليه 30 علامة، مشكلة كيف إنك بدك تقسمهم بطريقة صحيحة وبنفس الوقت ما بدك تكرر نفسك، لأنه برضو بيضل عندنا 70 علامة، رح يروح إشي جيرنال، رح يروح إشي ريفليكشن كذا. فهدول السؤالين بتمنى إنه يكون في إجابي. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك دكتور هيان. أولا إذا أنا بكون باستخدام الأدوات المجانية للكشف عن البلاجيرزم، يعني 95% من هذه المواقع راح يعطيني أنه بالنسبة لإيش هذه يونيك وممتازة جداً، ما فيها بلاجيرزم 100% يونيك الآن. ولكن دائماً في الجامعة اللي أنت بتدرس في جامعة، جميع الجامعات اللي بتوقع في الدول العربية وبتوقع في عنا في فلسطين بيستخدموا برنامج توران، وهذا تعطيك بالنسبة عملية تحديد كيفية البحث عن البلاجيرزم، استخدام بالنسبة للإنترنت مثلاً، استخدام بالنسبة للبيبرز المنشورة، استخدام بالنسبة لواجبات الطلاب. لهذا السبب دائماً يفضل إذا أنت بتستخدم نظام لإدارة عملية التعلم، سواء كان موديل أو بلاك بورد أو بالنسبة لأي برنامج آخر، أون كورس أو بالنسبة كانفاس، كلها بتوفر برنامج توران، والطوران هو يقوم بعملية إيش؟ التدقيق 100%. يعني بعطيك إذا كان مثلاً 6 كلمات، لنفترض إنه 6 كلمات متتالية تم نشرها مثلاً في موقع في جريدة أو على موقع إخباري، بعطيك إنه هذه موجودة في الموقع الإخباري كذا وكذا، بعطيك الرابط. لهذا السبب إذا إحنا بدنا نشتغل مهني، يجب علينا أن نستخدم أدوات تكون مالها موثوقة وصحيحة 100%، وهذا أفضل شيء هي البرامج التي توفرها الجامعات. أما المواقع المجانية أكون صادق معك، لا ما تعطينا النسبة 100% معك صحيح يعني كلامك، لأن أحيانا بكون بعملية ريفيو أو تحكيم لبعض الأبحاث،
افحص في هذا المواقع المجانيه اجدها 100%، ادخلها عندنا على على البرنامج واعطيني انه بالنسبه ايش فيها 20% او 25%. وطبعا انه ايش كل ما زادت النسبه بيكون ايش المصداقيه للبحث اقل. هل في الصوت واضح بالنسبه؟ الصوت واضح، معناته ممكن دكتور ممكن عندك المشكله. ممتاز، اعجبني. ممكن هنا المدى الموثوقية لاعتماد درجة التقييمات. أوكي دكتور خالد، خلينا نكون واقعيين. أنا بالنسبة لي خلصت من أمريكا، كل كانت عملية التقييم كلها عبارة عن واجبات ولا امتحان إلكتروني ما قدمت، كلها كان عبارة عن reflection papers، عبارة عن project، عبارة عن أبحاث. ولكن بالنسبة إيش عملية التقييم كانت مهنية 100%، لأن الهدف إنه الطالب يذهب ويبحث، الهدف الطالب أن يكون إيش بإنتاج معرفي. الآن إذا ركزنا على الاختبارات التقليدية فقط أنه بيكون عملية حفظ. الآن مين بيعمل بالنسبة عملية التقييم واقعي ولا موثوق ولا لا؟ هو المحاضر. إذا كانت الجدية عند المحاضر ضبط عملية التقييم، تأكد تماما أنها راح تكون 100%. عندك قبل يومين كان عندي بالنسبة واجب للطلاب عام بالنسبة أثر كورونا على مناحي الحياة، سواء كان الاقتصادية أو الاجتماعية والتعليم. برغم أن حكيت للطلاب أي كلمة بتجيبوها على الانترنت أنا بكون بفحصها. وجد الطالبين أنه 60% مأخوذ من الانترنت بدون الاقتباس، بدون الإشارة إلى مرجع، يأخذ صفر مع السلامة، يروح يحل لك إياها الشخص المسؤول عني. إذا معناته الطالب بيشعر أنه إيش في مصداقية وفي ثقة بالنسبة لعملية إيش التقديم. نعود للدكتورة هيا. بالنسبة لملف الإنجاز، دائما نتكلم عن ملف الإنجاز الإلكتروني، ما هي مكونات الأساسية؟ هل هو فقط عبارة عن أوراق العمل؟ هل هو فقط نسخة عن الاختبارات؟ لا، الأصل أن يكون ملف الإنجاز عبارة عن أفضل ممارسات قام الطالب بتنفيذها. يعني إذا كان عندهم مشروع مشترك أو مشروع جماعي، الأصل أنه يأخذ، إذا كان مشروع بامتياز ومشروع ممتاز جدا، يجب أن الطالب يأخذ إيش سكرين شوت له، وليس وضع وصف كامل أو عفواً وضع الملف كامل للمشروع، فقط سكرين شوت مع وصف بسيط ممكن تكون 4 أو 5 جمل. في هذا في نفس الصفحة يكتب ما هي المهارات التي استفادها من خلال تنفيذه لهذا المشروع. طبعاً بشكل عام أدوات التقييم البديل أو الواقعي تختلف باختلاف المادي. في المواد العلمية البحتة أدوات التقييم الواقعي تختلف عنها بالنسبة لكليات التربية أو بالنسبة للاقتصاد، فكل مادة لها خصوصيتها. ولكن دائما يفضل أن نستخدم أكثر من نمط من أنماط أو أداة من أدوات التقييم البديل أو التقييم الواقعي، يعني تكون إيش متنوعة ومختلف، حتى إنه إيش تكون احنا كنا في البدايه مرني. اذا معناته المرونه يجب ان تكون ايضا تنعكس على اختيار انواع متعدده من ادوات التقييم الواقعي. في سؤال او استفسار؟ لو في اي سؤال الحضور الكرام ممكن يرفع ايده. اظن دكتور زهير مفيش. لا اتفضل كده. الآن شو اللي بيصير عندي في المنتديات الحوار والنقاش بشكل عام؟ نقول دكتور خالد بتوقع السؤال إنه بالنسبة له موثوقا. لاحظ إذا أنا بكون كمحاضر أكون بكتاب السؤال وأطلب من الطلاب التفاعل ما بينهم فيما بينهم والتفاعل مع السؤال والتفاعل مع المحاضر، أنا إلي دور مهم جدا، يجب علي أن أكون بتقديم ملاحظات تعليمية أو تعليقات تعليمية. بشكل عام الموجود من خلال تحليل العديد من أنواع التفاعل في مقررات الأونلاين وجدت نقطتين، في عندي تكون أحياناً ملاحظات تعليمية وأحياناً تكون ملاحظات غير تعليمية. الآن بالنسبة نبدأ بالملاحظات التعليمية، ليه تكون عبارة عن تعليقات إيجابية، أنه المحاضر يعطي تعليقات إيجابية أحسن، شكراً لك، ممكن تعطيني مثال توضيحي أكثر، يعني عملية إيش
متابعة وعملية تغذية راجعة للطالب حتى تشجع على عملية إيش؟ عملية البناء، عملية الاستمرار. التعليقات البنائية أنه يمدحه وأيضا يطلب منه بناء على المعلومات التي قدمها بطرح المحاضرة، يكون بطرح مجموعة أسئلة متنوعة حتى يقوم الطالب ببناء معرفي على هذه الأسئلة من خلال الإجابة عليها. التعليقات الشاملة اللي هي تكون عبارة تشمل الإيجابية والبنائية في نفس الوقت. وفي هذه الحالة طبعا قلت لكم أن عملية التقييم تكون إيش؟ تأخذ وقت طويل، لأنه يحتاج المحاضر أن يكون بكتابة تعليق لكل طالب ومن ثم عملية إيش؟ التفاعل فيما بينهما. والتعليقات الشخصية أن يكون بإرسال التعليق فقط لطالب بحد ذاته من خلال إرسال رسالة خاصة أو من خلال بالنسبة للإشارة إليه في اسمه. الملاحظات غير التعليمية كثيرة بتكون بالنسبة للمحاضر، ما بكون عنده وقت مثلا، فقط أنه حتى نشعر الطالب أنه متابع يقوم بكتابة بعض التعليقات، ممكن تكون تعليقات مؤذية، ممكن تسبب الإحباط للمتعلم وتؤذيه، أن يكون أنه جوابك مثلا غير صحيح وخلص وتوقف. تعليقات جوفاء لا تقدم أي شيء للمتعلم، جوفاء لا ما فيها أي شيء، يعني ممكن تكون فقرة كاملة ولكن إنها إيش؟ فارغة من أي معلومات لا لها علاقة بالسؤال أو بإجابة الطالب. تعليقات مضللة أن تسبب في عملية تشتت الطالب، تخرج عن الطريق الصحيح لكتابة أو لتحقيق المهام والمعرفة. تعليقات فارغة وغالبا تكون على شكل رموز، ممكن يكون مثلا بالنسبة للطالب كاتب تعليق غير صحيح أو غير دقيق أو غير واضح، ممكن المحاضر يكتب له علامة سؤال فقط أو علامتين سؤال، أو يعني استخدام فقط إيش؟ الرموز. وآخر جزء بالنسبة للنيجاتيف كومنتس أو التعليقات السلبية، وهي عبارة عن إيش؟ فقط استخدام لا أو لا يمكن، مستحيل، ربما، وهكذا، ولماذا، يعني مثل إيش؟ فقط ما فيها أي شيء جديد بالنسبة لمين؟ للطالب. وبالتالي هذه تكون إيش؟ ملاحظات غير تعليمية أصل فينا كمحاضرين أن نبتعد عنها. إذا أردنا زيادة دافعية الطالب للالتحاق بالمقررات الأونلاين والانخراط في النشاطات، يجب أن نقوم باستخدام تعليقات بنائية وتعليقات إيجابية من أجل أنه يتم تشجيعهم على الاستمرارية في التعلم عن بعد. في أي سؤال أو استفسار؟ معنا سؤال دكتورة هيا تاني برضو، تفضل يا دكتورة هيا. هو دكتور مش سؤال، خلينا نحكي مداخلة على موضوع التعليقات اللي أشار إلها الدكتور زهير. وتخيل حاليا كلياتنا يعني كمدرسين بنمر بالتجربة، فقط كملاحظة لمدى إيجابية استخدام التعليقات البنائية والشاملة والإيجابية بتحفيز الطلاب على المتابعة والانضمام للمحاضرات عن بعد. عن جد يعني أنا من تجربة شخصية أنا عماني بحكي لكم قديش إنه بإمكانك إنك أنت تحفز الطلاب على المتابعة، على الاستمرارية، على حتى التواصل ولو كان من وراء الشاشة من خلال استخدام الملاحظات. فهي حقيقة يعني من الأشياء المهمة جدا إحنا كمحاضرين قد يعني نقلل من شأنها ومن قيمتها، ولكن أنا بشدد على إنه إحنا بحاجة إلها باستمرار. فقط هذا اللي كان عندي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتورة هيا. معنا دكتور زهير بعد ما نعم. دكتورة إيمان أحمد ممكن تقفل المايك من عندها. ومعنا دكتورة إيمان الحسيني عندها السؤال، تفضلي. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المحاضرة الرائعة دي، لأن هي وضحت كثير من الأمور
أنا بتفق مع رأي الدكتورة إن معظم المعلمين مش بيكون عندهم الوقت الكافي يكون هم يعطوا تعليقات بنائية للطالب، فإيه النصيحة اللي بتوجههم للمعلمين لتوفير الوقت غير إن أنا بعطي تعليق للأسايمنت للطالب بقول له thank you أو excellent أو good job الحاجات دي، إيه التعليق اللي ممكن أبديله بيه progress لمستواه وفي نفس الوقت ما يبقاش عبء على المعلم اللي بيضع خطط كتير وراء جريدنج كتير؟ دي أول سؤال. السؤال الثاني، حضرتك ذكرت في زي أبليكيشن أو شيء اسمه سمارت ليرنينج، أجلس حضرتك قلت سمارت نوتبوك، أنا بس يعني لو حضرتك تكتب لنا الويب سايت لأن أنا دخلت حالا دلوقتي لقيت موقع مكتوب عليه سمارت ليرنينج بيحمل لي سوفت وير وبقدر إن أنا أديزاين جيمينج، أو هو ده اللي حضرتك تقصده ولا في شيء تاني؟ سمارت نوتبوك، سمارت ماذا دكتورة؟ كتبت للجميع، عفوا الآن دقيقة بكتب للجميع. نعم خلصت أسئلتك دكتورة إيمان. أنا كمان بشكر حضرتك جداً يا دكتور لأن حضرتك أشرت إن البورتفوليو بيتعمل للأشياء المميزة جداً، فهل في زي منصة، هل أنا بقدر على المنصة بتاعتي في ظل التعليم أونلاين ديستانس ليرنينج، هل أنا بخصص منصة للبورتفوليو أو بقيمه بناء على روبريك؟ يعني حضرتك برضو ما ذكرتش إيه الإندكس بتاع البورتفوليو للطالب، يعني هل أهم ما يميز الأعمال اللي قام بها على مدار العام ولا في شيء بيمشي بيه step by step أو في معايير معينة أو pattern معين template بيمشي عليها أو شيء؟ نعم. فأرجو أن حضرتك توضح لي الجزئية دي، وشكراً جزيلاً جداً على المجهود المبذول. شكراً لك. أبدأ بالإجابة من خلال بالنسبة آخر سؤال يتعلق به لبورتفوليو. أولاً كمعلم أو كمحاضر كبداية من بداية الفصل الدراسي، من بداية تصميمي للمقرر الإلكتروني، بقوم بتصميم أدوات التقييم التي سوف أقوم باستخدامها طوال الفصل، من بينها الإي بورتفوليو. في البداية بقوم في وصف المقرر، بكتب وصف الإي بورتفوليو، ما هي توقعاتي من الطلاب، ماذا أتوقع أن يقوم الطلاب الإضافي إضافة شيء. أولاً في عملية الدليل الإجرائي لإنشاء الإي بورتفوليو أقوم بوضع أين أريد أن تكون الإي بورتفوليو، ممكن أطلب منهم من خلال المواقع المجانية، هي كجزء أنك تكون بعملية إنشائها خلال فترة زمنية محددة ليكن الأسبوع الأول من بداية الفصل، بداية المقرر الإلكتروني، على أساس يتم مشاركتها، مشاركة رابط الإي بورتفوليو مع جميع الطلاب حتى يتعلموا من بعض. الجزء الثاني، ما هي مكونات الإي بورتفوليو؟ يجب علي كمحاضر أن أقوم بتصميم الروبريك لعملية تقييم الإي بورتفوليو، وإلا بيكون في عملية مزاجية تدخل هنا، ولهذا السبب أقوم ببناء الإي بورتفوليو سواء كانت عبارة عن رقمية أو عبارة عن وصفية، بحيث أن الطالب يمسك الروبريك يضعها أمامه بجانبه على الطاولة، يبدأ بالتنفيذ خطوة خطوة، يقوم بوضع كل خطوة، إذا قمت بإضافة المواد المتميزة، والمتميزة اللي هي عبارة عن مثلا استخدام التكنولوجيا، سوف أحصل على علامة 5 من 5. إذا قمت بوضع فقط ورقة عمل بسيطة جدا ممكن أحصل على علامتين، وهكذا بعملية الاستمرار. الآن الإي بورتفوليو خلال تجربتي مع طلاب الفصل الماضي كنت أعمل عملية مناقشة مرتين في الفصل، المرة الأولى في امتحان نصف الفصل بحيث يكون كل طالب بعرض ما وضع في الإي بورتفوليو أمام زملائه، ومن ثم نعمل عملية ريفليكشن عليها وأسأل سؤال ماذا تريد أن تغير في المستقبل من أجل تحفيز الطالب على التفكير. بهذه الطريقة تستمر عملية البناء. إن شاء الله أكون وضحت الإجابة على السؤال قبل ما ننتقل للسؤال الثاني دكتورة إيمان أو منى.
واضح الإجابة؟ شكرا. أشكر حضرتك يا دكتور. أنا بس يعني ممكن لو في زي مواقع أو شيء تقول إن الروبريك اللي أنا أعطيته للولد منطقي، لأن للمعلمين المبتدئين لما بنطلب منهم اعملوا روبريك بيكونوا حاسين بصعوبة في الأمور. إيه الروبريك الدجري اللي إحنا السكيل اللي أنا هشتغل عليه؟ نعم. أو المعايير اللي أنا همشي عليه، فهل في موقع معين يساعدني؟ نعم، في مواقع، وأنا رايح كمان شوي أعرض روبريك استخدمتها لتقييم مشاريع الطلاب في الذكاء الاصطناعي. ممكن بعد مجموعة شرائح. الآن بالنسبة لعملية كتابة التعليقات لإجابات الطلاب على المنتدى، صحيح هي عبارة عن استهلاك واستنزاف لوقت المعلم. أقول لك أن هناك جملة محددة أو طريق محددة سحرية للأسف ما فيه، عبارة عن أيش؟ المعلم يريد أن يقوم بكتابة سواء كانت بالنسبة تعليقات إيجابية وتعليقات بنائية حتى إيش؟ تشجيع الطالب، لأن عملية إيش؟ أنا بسميها بشكل عام هو عبارة عن عملية تقييم مستمر. عملية الحوار وعملية التفاعل ما بين الطالب والمحاضر وما بين الطلاب أنفسهم هي عبارة عن أيش؟ عبارة عن عملية تقييم مستمر طوال العملية التعليمية المستمرة لهذا المقرر. ماشي. الآن لاحظ عندي دائما بشكل عام إنه بالنسبة للأونلاين أسسمنت تكون دائما متمركز حول الطالب. الطالب هو العنصر الأساس الموجود عندي، هو الأساس، هو اللي راح يكون الشريك في عملية اختيار الأدوات المناسبة له لتقييمه. لماذا؟ كيف؟ لماذا وكيف؟ الآن دائماً إحنا في محاضرات الأونلاين نعطي الطلاب أكثر من آلية أو من طريقة لتنفيذ مهمة معينة، لتقديم نشاط، لتقديم مشروع. إذن في كل نشاط وكل مهمة لها تشيك ليست خاص فيها، لها روبريك خاص فيها. وبالتالي عندما يكون الطالب باختيار مشروع معين فهو تأكد تماماً هو اطلع على الروبريك أو التشيك ليست، وهو قام بعملية تقييم ذاته، تقييم مهاراته، هل يستطيع تنفيذ هذا النشاط أم لا. ولكن إذا أجبرنا قلنا للطالب أوكي هذا النشاط بأنه إيش يتم تنفيذه، الآن ممكن طلاب تكون مهاراتهم تكون مختلفة، ما يستطيع يكون بعملية تقييم. وبالتالي أول نقطة اللي عبارة عن عملية إيش؟ تقييم المعرفة السابقة اللي من خلال بالنسبة له التقييم التكويني، عملية التمثيل، وعملية بالنسبة له ديمونستريت الليرنينج، عملية المحاكاة للتعليم بشكل عام والتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. نستخدم المهارات الموجودة عنده في تنفيذ مشروع معين، في إنتاج مجسم، في إنتاج معرفي. والجزء الأخير أنه كل مشروع سواء كان مشروع فردي أو مشروع جماعي دائما بنسأل الطالب اكتب ورقة ريفلكشن، اكتب ورقة تأمل، ماذا استفدت، كيف ستستفيد من المهارات التي تعلمتها في هذه الورقة مستقبلا، وما هي المعيقات التي واجهتك، وكيف قمت إيش بتجاوز هذه المعيقات. إذا إحنا نطلب من الطالب عملية ورقة الريفلكشن، ورقة التأمل في نهاية الفصل أو في نهاية المشروع، الطالب دائماً بيكتبها بشكل مهني وبشكل إيش؟ لأنها تعكس الواقع له في عملية إيش؟ عملية تنفيذ النشاط بشكل عام. في أي سؤال أو استفسار؟ في أي ملاحظة؟ الآن هي أداة روبريك دكتورة إيمان، إن شاء الله. الآن نعم راح أكتب لكم المواقع كمان، شوفي نهاية المحاضرة. لاحظ هي موجود عندي روبريك معين،
لا بالنسبة للروبريك طبعا أنا كومنت هذا عبارة عن تقييم مشروع جماعي في ذكاء الاصطناعي لمجموعة الطلاب. لاحظ شو بالنسبة له، قسمت المشروع إلى 5 نقاط: الفكرة، فكرة المشروع، تطوير المشروع، عملية الفيديو والتواصل، ومن ثم عملية الانطباع العام. لاحظ كيف بالنسبة للفكرة، لاحظ أكثر علامة 5 وأقل واحدة إيش علامة. لاحظ هل إنه مثلا بالنسبة لحل أو تصميم الطلاب لهذه المشكلة، لمشكلة واقعية موجودة في المجتمع؟ إذا كانت الفكرة واضحة والتصميم واضح لحل مشكلة في المجتمع سيأخذ 5 علامات. وهذا مين بيحددها؟ الطالب، من خلال عملية عرضه للتقرير، من خلال حديثه وشرحه للجهاز أو المنتج الذي قام به. الجزء الثاني أنه بالنسبة لعملية التصميم وعملية البناء، هي كانت عبارة عن محاولة لحل مشكلة في مجتمعية، مشكلة واقعية، ولكن عملية المشروع أو الفكرة غير واضحة ولا تقوم بعملية حل المشكلة، بيأخذ 3 علامات. آخر جزء بيكون إيش؟ الفكرة غير واضحة. الجزء الثاني الآن هذا لاحظ كان بشكل عام. السؤال الثاني بالنسبة لعملية الفكرة وتوليد الأفكار، عمل جماعي، هل الفريق قام عملية تزويدنا بإيفيدنس أو شواهد عن حل عن المشكلة الموجودة في المجتمع؟ مثل إيش مثلاً؟ إجراء مقابلات، إجراء استبيانات، إجراء مقابلات ذكرتها، ممكن بالنسبة official document، وثائق رسمية، هل كلها موجودة؟ هل تم توضيح كيفية اختيارها؟ وبهذه الطريقة لاحظ أن عملية بناء إلى عملية معقدة، ليست عملية سهلة. ماذا تتوقع أنت من طلابك في عملية التقييم؟ ماذا تتوقع من طلابك أنهم يقوموا في هذا النشاط؟ أنا في الأصل فيزياء، كون بالنسبة لها بكون بوضع روبريك مثلا بالنسبة لها تجربة أوم بدي أكون أحدد ما هي أهم المهارات الأساسية التي يجب أن يكون بها الطالب حتى يكون بالحصول على أفضل النتائج وين بعد إجراء التجربة حول قانون أوم. بالنسبة لتكنولوجيا التعليم، تصميم المحتوى الرقمي، أنا بدي محتوى تفاعلي من فريق بقوم بتدريس من التكنولوجيا في التعليم، ما هي توقعاتي من المهارات التي سيقوم باستخدامها؟ هل اختفى الصوت يا فاطمة؟ الصوت واضح أم لا؟ يا ريت تعطوني إشارة. صوتي واضح؟ ألو؟ واضح، أوكي. ممكن المشكلة عندك ممتاز، ماشي ممتاز. ممكن فاطمة المشكلة عندك. إذا معناته بشكل عام التقييم الواقع والتقييم البديل بالدرجة الأولى يعتمد على طبيعة المادة ويعتمد عليك كمحاضر، ما هي التوقعات المتوقعة من أو المهارات المتوقعة من الطلاب استخدامها في عملية المنتج. واضحة بالنسبة للروبريك؟ طبعا لاحظ كل معنا رانيا كانت عايزة رفع ايدك. تفضل يا رانيا. ولو سمحت رشا تقريبا وإيمان أحمد، يا ريت بعد إذن حضرتك يقفل المايك. تفضلي رانيا. تفضلي. تفضلي. ألو، أيوة سؤال. نعم تفضلي دكتورة. دكتور. نعم. دكتورة رانيا حضرتك لو في مشكلة في الصوت ممكن حضرتك تكتبي في الشات ون أحسن من إحنا نتكلم. كده الصوت وصل؟ أي فندم. لو وصل عندك. تمام. تمام. السلام عليكم. معلش سؤالي، هو الروبريك اللي بيعمله الانستراكتور يعني او ترينر او المدرس يعني مفروض يطلع على الطلاب ولا هو بيكون خاص بيه هو علشان يقدر يقيم البروجكت او الاساينمنت اللي بيعمله الطلاب، ولا لازم يطلع على الطلاب بحيث يبقوا عارفين هيقيموا ازاي؟
ممتاز جدا سؤالك دكتورة رانيا، ممتاز جدا، شكرا لسؤالك. الأصل أنه يتم عرض للطلاب، تفضلوا يا جماعة، هاي هو الروبريك الذي سأقوم بتقييمكم عليه، هذه البنود، هذه المهارات، هذه توقعاتي من مشروع. وإلا في هذه الحالة إحنا ما بنقوم بعملية تقييم الطلاب ناجح أو راسب، إحنا الهدف من عملية التقييم الواقعي أن يتعلم الطالب، يقوم بتطوير مهاراته. لهذا السبب دائما بقول الطالب هو الشريك، أني أنا شريك الطالب في عملية تصميم الأدوات التي سيتم تقييم عليها. وبالتالي كل أدوات التقييم الواقعي يجب أن تكون معروفة للطلاب من بداية الفصل الدراسي. في وصف المقرر بيكون عندي خانة اسمها وصف أدوات التقييم أو آلية التقييم، ما هي موجودة عند المشروع المشترك، المشروع الفردي، المشروع الجماعي، المشروع الفردي، ورقة الريفلكشن، ورقة بالنسبة لعملية المنتج أو المجسم. وكل واحد بده يكون له إيش روبريك منفصل عنها. يجب أن يعلم الطالب ما هي البنود التي سيتم تقييمه عليها. شكرا حضرتك دكتور. يا ريت الدكتورة رانيا بعد إذنك ممكن تقفل المايك، ولو في أي حد من حضور الكرام عاوز يسأل سؤال يتفضل. أظن حضرتك ممكن الدكتور زوير تتفضل. شكرا لحضرتك. أيضا عندي أدوات للتقييم الواقعي ممكن أن نستخدمها أثناء وبعد التعلم. تقييم الأقران أحكينا عنه سابقا، المقالة أو السؤال المقالي اللي هو عبارة بيكون على شكل مقالة عن إيسي. وطبعا هنا أيضا المعلم أو المحاضر يقوم بوضع البنود الذي يتوقع أنهم يقوم الطلاب بالحديث عنها، يعني تصميم روبريك أو تشيك ليست، التأملات الذاتية أو ريفلكتيف بيبر أو ريفلكشن بشكل عام. ممكن أن أسأل الطلاب أن يقوموا به إنتاج فيلم فيديو قصير من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ويتكلم عن ظاهرة أو عن مفهوم محدد من أجل تقييمه. ممكن يكون عبارة عن برزنتيشن، ممكن يكون برزنتيشن للمشروع الفردي أو المشروع الجماعي أو أي مهمة أنت تطلبه فيها. هنا نأتي إلى طرق أداء أخرى سكوراتيف، وهي عبارة عن أداة تقييم تكوينية قائمة على الويب، حيث تسمح للمعلم بإنشاء ألعاب، إنشاء اختبارات، ومن ثم عملية استخدام أدوات أو خصائص الألعاب في عملية التقييم. هاي الرابط موجود، وراح نزولكم إن شاء الله بالمادة على أساس أنكم تلجأوا إليها أو تستفيدوا منها حتى تدخلوا على المواقع الأشارات إليها. في أي سؤال أو استفسار؟ ماشي. أستنيك أدوات أخرى ممكن استخدام العملية التقويم عن بعد. ليه الاستبيانات؟ ممكن استخدمها أنا كمحاضر، أنك تكون مثلاً ببناء استبانة لأغراض تقييم الطلاب، وهنا ممكن يتم تقسيمها أو استغلال الوقت. لأنه فعلاً ببداية المحاضرة مش ذاكر من حكم من الحضور أنه ممكن تكون عملية التقييم للطالب، أو عملية التقييم للمعلم، أو عملية التقييم للمحتوى. غالباً عملية الاستبانة ممكن تكون إيش؟ إنها تشمل الثلاث. استبانة بالنسبة لجودة المحتوى الرقمي، الاستراتيجيات التي تم استخدامها لنقل المعرفة للطلاب وآلية التفاعل، وأيضاً بالنسبة لعملية تقييم المعلم من حيث التخصص ومن حيث استخدامه للتكنولوجيا بشكل عام. الفرق سؤال ممتاز جدا. خلينا نرجع. الفيديو عبارة عن الشخص يقوم بإنتاج الفيديو في مكانه، في بيئته التعليمية الخاصة فيه، ممكن في بيته، ممكن في المزرعة، ممكن خارج البيت في أي مكان هو بيشوفه مناسب. يكون يحكي مثلا، ممكن يحكي ورقة الريفلكشن. ممكن احنا كنا ايش البروفيسورية كانوا يسألونا، يقولوا اللي بده يعمل فيديو بسيط جدا عن الريفلكشن ممكن أنه يتكلم عن ماذا استفاد من المقرر،
يتكلم عن ظاهرة معينة، يتكلم عن ماذا استفاد من تعلمه من تعلمه لهذه الظاهرة، وكيف سوف يستفيد من هذه المهارة. العرض الباوربوينت هو عبارة عن عرض فقط، عرض عملية إيش لبرنامج أو لمشروع معين. في الواقع الفيديو هو له علاقة بالفيديو القصير، وليس إنه جديد، فقط عروض باوربوينت وفيديو قصير. واضح؟ أيضا ممكن الناس يقول لك أنا بدعم المقابلات شخصية للطلاب عبر زوم أو استخدام بالنسبة لبرنامج آخر بث مباشر، ولكن هذا تعتبر استهلاك أيضا للوقت. يعني تخيل إذا كان عندك 50 طالب أو 50 معلم، 50 متدرب، وتقوم بعملية إجراء مقابلات لدقيقتين ثلاثة، بيكون إيش وقت طويل جدا. الامتحانات المقالية اللي سي تكلمنا عنها، وأيضا بالنسبة للأوراق البحثية literature review، أو بالنسبة لكتابة research proposal أو أي نمط من أنماط الأبحاث الأخرى، ممكن brief report عن بحث معين فقط من أجل تقييم الطلاب بشكل عام. هذه بعض الأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها. وأيضا لاحظ كلها يجب أن يكون إيش أنه المعلم تقوم باستهلاك وقت طويل جدا في عملية إجراء التقييم. في أي سؤال أو استفسار؟ دكتور، في سؤال من رحاب. دكتور رحاب يسأل، هو الفيديو التفاعلي يعد من أدوات التقييم عن بعد؟ هنا لا نفرق دكتور رحاب. الفيديو التفاعلي، هل الفيديو التفاعلي اللي تقصديه تفاعلي هو الذي يكون بإنتاجه من خلال استخدام أدوات تحرير المحتوى التفاعلي الرقمي؟ هناك بعض الأدوات الخاصة مثل Articulate Storyline، أو مثلا بالنسبة H5B اللي هو بالنسبة ليش HTML5 مع الفلاش أو مع البي الباوربوينت، أم قصدك الفيديو العادي؟ أنا أقصد الفيديو القصير، أن الطالب الذي يكون بإنتاجه يتكلم عن ظاهرة محددة، مفاهيم محددة، تم تكليف الطالب بالقيام بها. هذا يعتبر تقييم في عن بعد، أو أداة من أدوات التقييم عن بعد. واضح دكتورة رحاب؟ واضح دكتور. لو في أي حد تاني من الحضور الكرام عنده سؤال ممكن يتفضل ويرفع إيده. المحاضرة مع حضرتك دكتور زهير. كمل ماشي. مثال أعطيك على سبيل المثال، أعطيت هذا الفصل إنه عندي بالنسبة التقييم المستمر اللي هو 60. 60 مقسم إلى طبعاً 60 من 100 اختبارين قصيرين 10 علامات، منتدى النقاش الأسبوعي على نظام جوجل كلاس روم موديل، سؤالين كل محاضرة تكون بالنسبة ل 20. عندي بالنسبة للواجبات اليومية، وأيضا بالنسبة للمشروع الفردي. لا ممكن واحد يستلطن الاختبارات القصيرة، كيف بدنا نثق فيها؟ هذا نقطة مهمة جدا. الاختبارات عملية تصميم أو بناء بالنسبة للاختبارات الإلكترونية لها طريقة مهمة جدا. يعني أنا أكون مثلا الاختبار تاعي بدي يكون من 20 علامة، ما بكون بإيجاد عملية إيش فقط كتابة 20 سؤال، غالباً بكتب 30 سؤال، ممكن يكون طبعاً اختيار متعدد، وفي نفس الوقت بكون باختيار آلية بسيطة جداً لعملية الشطل أو الشفل عفواً. الشفل شو المحصول فيها؟ تغيير الأسئلة. يعني ممكن يكون عندي الطلاب، عندي 50 طالب، ممكن كل الطلاب تكون الأسئلة مالها متنوعة. يعني اللي عند السؤال الأول نمط محدد ممكن ما يكون نفس الطالب الموجود في منطقة معينة أو في منطقة أخرى. أضف إلى ذلك أن يكون بعملية تحديد فترة زمنية قصيرة، حتى أنه إيش الطالب لا يستطيع أن يلجأ أو يكون بعملية البحث في المحاضرات أو البحث على الإنترنت عن إجابة. بعض الزملاء من خلال تجاربهم اقترحوا طريقة أخرى. الطريقة الأخرى أن أطلب من الطالب أن يدخل على زوم،
أثناء أداء الامتحان أو الاختبار، ومن ثم أطلب منه مشاركة الشاشة. ولا هنا في ناس بيعملوها، يعني في أكثر من محاضر وكلنا نقوم بعملية مراقبة الطلاب بهذه الطريقة. ولكن بندخل في مشكلة أخرى، وهي خصوصية الطالب الرقمية، وخاصة إذا كانت بنات. هذا طبعا إيش غير مجدي إذا كان عندك عدد طلاب كثير 30-40 طالب، إنه يكون إيش يكون بعملية مشاركة الشاشة تاعته، وتكون بعملية إيش تشوف شو بيشتغل الطالب. ولكن طبعا في لها مخاطر كثيرة جدا، نسبة المخاطر تاعتها عالية جدا، أعلى من أدوات التقييم البديل. التقييم النهائي هو عبارة عن مشروع جماعي، وأيضا بيكون عندي ورقة تأمل نهائية. المشروع الجماعي آلية التقييم تاعته، في عندي إيش ثلاث أدوات للتقييم. تقييم الأقران، أنه كل الفريق، كل أعضاء الفريق يقوموا بتقييم بعضهم البعض، من حيث طبعا تكون الروبريك الموجودة عندي، التعاون فيما بعد، الالتزام بتنفيذ المهمات، آلية التعامل مع زملائه واحترام الآخرين، هذا كجزء بعض البنود التي يكون بعملية صياغتها لتقييم الأقران. أيضا ممكن التقييم الذاتي، الطالب يكون يفضل أنت تقيم نفسك أدائك. أحيانا كثير بتكون بالنسبة لتقييم الذات قريب جدا من تقييم الأقران. وآخر جزء هو بالنسبة لعملية إيش التقييم حسب الروبريك التي تم إعدادها من قبل المحاضر. ورقة التأمل أو الريفلكشن عن، ممكن هنا تقسم إلى قسمين، ممكن أن تكون عن العمل الجماعي للمشروع الجماعي بشكل عام، ممكن تكون عن الفصل أو عن الكورس بشكل عام ككل. طبعا في هذه الحالة دائما بتكون إيش نطرح مجموعة أسئلة لكتابة ورقة التأمل. ما هي المهارات التي اكتسبت، التي كانت لدي قبل التحق بهذا الكورس؟ ما هي المهارات التي تعلمتها؟ كيف ستستفيد من المهارات التي تعلمتها في هذا المقرر مستقبلا؟ ممكن تعطي مثال. ما هي الصعوبات التي واجهتك في هذا المقرر؟ كيف تجاوزتها؟ ما هي المشاكل أو المفاهيم التي ما زلت لا تستطيع فهمها؟ وطبعا بهذه الطريقة يكون بإيش الكتابة، ممكن تكون صفحة، غالبا صفحة حوالي تقريبا 500 كلمة أو أقل، حتى إيش تعكس شخصية الطالب. في أي سؤال أو استفسار؟ الآن نجي لنقطة مهمة جدا، الأداة الثانية أو الأدوات الثانية، وهي teaching for understanding. وهذه نقطة مهمة جدا، الأدوات كثيرة ومتنوعة، استخدامها في جميع التخصصات، استخدامها في جميع اللغات، استخدامها في الرياضيات، في أي مادة تخطر على بالك بإمكاننا أن نكون باستخدامها. التقييم المستمر، يعني ليش، يعني ما هو ما بقدرش أقول لك إنه خطأ، ولكن بالمنطق، لأن التقييم المستمر يكون إيش طوال الفصل، طوال تنفيذ الأنشطة الأسبوعية، وأيضا بالنسبة لعملية بعض أوراق العمل التي أو الواجبات والمهمات التي يتم تكليفها. ممكن أقل مقرر بتكون في مهمتين ثلاثة، بالإضافة إلى منتديات النقاش الأسبوعية، بالإضافة إلى ممكن يكون مشروع فردي. لهذا السبب أعتقد أن التقييم المستمر تكون علامته أكثر من التقييم على النهاية أو التقييم على المشروع النهائي. دكتور محمد، يعني تقريبا أتوقع ممكن ثلث ساعة ممكن. تمام يا دكتور، إحنا مع حضرتك، بس عشان أنا موجود معك في أي وقت. أوكي، إحنا على أساس نستفيدوا، متوقع بعد شغلتين ممكن عندي. إحنا مستفيدين من حضرتك جدا، يعني لحضور الكرام، يعني شكرا لحضرتك وشكرا لحضور الكرام معنا يا فندم. توكل على الله. الآن هذه أدوات مهمة جدا. نادر جدا ما نسمع إنه في التعلم عن بعد أو في التعلم الإلكتروني يتم استخدامها أدوات teaching for understanding. إنه المقصود فيه هنا أن الهدف من عملية التعليم أن الطالب يفهم مفاهيم ومصطلحات ويكتسب مهارات أو يكتسب معرفة جديدة. وبالتالي
حتى يفهم الطالب يجب عليه أن ينخرط داخل العملية التعليمية. يجب على الطالب الانخراط والمتعلم في تنفيذ الأنشطة. وبالتالي مقسم إلى 5 أقسام. عملية تحديد الموضوع وأهدافه يجب علينا كمصمم تعليمي عندما أقوم بتنفيذ الأنشطة واقتراح الأدوات والأنشطة المراد تقييم الطلاب عليها تكون واضحة، واضحة الأهداف وتلبي احتياجات الطالب. هذه أهم نقطة، تلبي احتياجات الطالب، لأن أنا أتكلم عن التعلم عن بعد، أيضا أتكلم عن التصميم التعليمي في نفس الوقت، لأنهم الثنتين متزامنات في نفس الوقت. عند تصميم مقرر إلكتروني يجب علي التفكير قبل بداية الفصل بآلية ووسائل التقييم. لا يعقل أن يكون عندي تعلم إلكتروني، انتقلنا من التعلم التقليدي إلى التعلم الإلكتروني وستبقى آلية التقييم هي تقليدية. هذا لا يقبل، لأن مستحيل أنه يصير، لأنه عندي تقييم تعلم إلكتروني يجب أن يكون عملية التقييم الإلكتروني يجب أن تكون لها مناسبة لاستراتيجيات. لأنه إذا بنتكلم عن استراتيجيات التعلم عن بعد تكون تختلف اختلاف كلي عن استراتيجيات التعلم التعليم التقليدي. لهذا السبب في عندي نقطتين راح تتغير. الاستراتيجيات التعليم بالإضافة إلى أدوات التقييم في التعلم عن بعد تكون مختلفة كليا عن التعليم التقليدي. ومن ثم تحددنا الموضوع والأهداف، نقوم بعملية إيش؟ تصميم روبريك. غالبا وهذا اللي بيتم، يعني حتى احنا كانت مشاريعنا في الجامعة، صحيح انه كانت مشاريع تخرج، مشاريع نهاية الفصل، ولكن ايضا كان الدكتور يعطينا مثال، تفضلوا هاي المثال نموذج ليش؟ لا هذا المشروع نموذج لورقة الريفليكشن اللي انا بتوقع هذه بكلنا انه اخذت علامة 10 من 10 او اخذت علامة 9 او علامة 7، بعطينا عدة نماذج من الأمثلة على الروبريك أو على المشاريع التي تم تقييمها سابقا. ثم الطالب يأتي عليه دور الاختيار، الطالب يكون باختيار موضوع محدد وآلية تقييم محددة، ومن ثم المعلم أو المحاضر يكون بإعطائه تغذية راجعة. واضح؟ طبعا لها تكملة، خليني أرجع أكمل بعدين اللي عنده السؤال بيطرح عليها، يعني أصلا مرتبطة معها. اللي بسميه أنا هذا اللي كنت سميته فيه TFU التعلم من أجل الفهم أو Teaching for Understanding، اللي بتم عملية التقييم هو التقييم المستمر. أنا يقع تقييم مستمر طوال ما في تعلم موجود، في عندي إيش؟ تقييم، في عملية تغذية راجعة، في عملية تعلم، في عندي معايير روبريك، في عندي فرص للتفكير خلال عملية التدريس. وبالتالي دائما الطالب لما يعرف بالنسبة له معايير التقييم يكون إيش؟ مشارك أكثر، لأنه عارف على إيش بدك تقيمه، مش راح يقلق ولا راح يتغلب. 2، عملية الحصول على الردود الفعل أو التغذية الراجعة من قبل زملائه والمعلم هي عبارة عن إيش؟ عملية تعلم مستمر وعملية إيش؟ تقييم. آخر جزء، يتمتع المتعلمون والمعلمون بفرصة كبيرة للتفكير في فهم المفاهيم التي تعلمها المتعلمين والمواضيع، وكذلك معرفة هل ما زالت المعيقات قائمة أم تم تقليلها أم ممكن ليش تضاعفها. هذه النقاط المهمة جدا، ممكن ليش يتم استخدامها بشكل كبير جدا، ولكن أيضا لابد أن تكون بعملية تصميم الأدوات و إعلام الطالب أو إبلاغ الطالب بكيفية تقييمه. إذا في أحد فيكم أخذ تصميم تعليمي، دائما إحنا بنستخدم بالنسبة لأحداث أحداث جاغني 9 إيفنتس، وهذا طبعا إيش؟ الجزء منها بركز على عملية التقييم في تصميم المقررات الرقمية التفاعلية أو التعليم عن بعد. الامتحانات دائما تكون في التعلم عن بعد إما موارد مفتوحة أو مهام أو مشاريع، يعني أن يكون open book أو ممكن تكون عبارة عن مهام أو تكون مشاريع. الآن
بدءا من الاختبارات النهائيه يطلب من اعضاء التدريس تقديم امتحانات غير متزامنه، انها تكون نحطه على لينك مانجمنت سيستم او تكون على موديل او جوجل كلاس روم او اوراق عمل او مشاريع او سلسله من الاختبارات الالكترونيه القصيره منخفضه المخاطر. منخفضه المخاطر اقصد بها انها تكون متنوعه، لا أن تكون فقط اختيار من متعدد، ولا أن تكون فقط عبارة عن صح أو خطأ أو نعم أو لا، أو أنها تكون مقالة. تتضمن العديد من المقررات تقييم قائم على حل المشكلات، هذا اللي ذكرته في البداية، أن يتم تكليف الطلاب بتنفيذ مهمة أو كتابة بيبر من مشكلة واقعية على أرض الواقع، اللي حتى نضمن متى حتى لو ذهب الطالب وكان بعملية البحث على الانترنت ما يجد نفس الورقة موجودة حتى يكون بعملية النفس الإخبار نفسها كلها. تقييم قائم على المشروع، تقييم المشاريع بشكل عام، المشاركة من خلال العروض التقديمية بوربوينت أو فيديو قصير، قائم على التعلم المعكوس، الأفكار الصوتية الفيديو كلها، العمل على تكييف المهام وفق لموارد الطلاب حسب ما بده الطالب، عروض الفيديو أو الأبحاث المكتوبة بخط اليد وإرسالها من خلال بالنسبة لصورة، التقييم القائم على المحاكاة عبر الإنترنت من خلال بالنسبة للمختبرات الافتراضية، ومن ثم اختبار استخدام عناصر التلعيب وهي عبارة عملية التقييم. في أي سؤال أو استفسار؟ هناك الآن ممكن شخص يسأل، تفضل قبل ما نكمل أنا. شكرا لك ست بسمة، شكرا لك سؤالك، سؤالك مهم جدا. شوفي بالنسبة لها بشكل عام، أعطيك على سبيل المثال، في المدارس الخاصة في منطقة القدس عجبتني فكرة لعملية تقييم الطلاب. طبعا في هالمدرسة موجودة بتوقع مدرسة الرازي في مخيم شعفات، الآن استخدموا أنه قاموا بتعميم الأوراق العمل لا ضمن مجموعات الفيسبوك أو مجموعات الواتساب المغلقة، وقاموا بعملية تنزيلها الوالدين أو الأهالي، ومن ثم قام الوالدين بعملية تصوير فيديو والطالب يقوم بعملية حل ورقة العمل. هذا نقطة مهمة جدا، وأعتقد منها ممكن، ولكن نكون واقعيين يعني حسب طبيعة المادة حسب المحاضر بشكل عام. التعلم المعكوس سترانيا يقصد فيها هو فليب كلاس روم، أو التعلم المقلوب أن يتم تنفيذ أنشطة داخل البيت وعرضها وين على داخل الفصل الافتراضي والتعليم عن بعد حتى يتم عملية المناقشة. أنه يعني الطالب يدرس في البيئة الخاصة فيه، وأنا لما أتكلم عن بيئة التعلم للطالب أقصد هنا البيت، لأنه عندي لاحظوا المعايير اختلفت والمفاهيم والمصطلحات اختلفت. بيئة التعلم بشكل عام احنا بنعرفها المدرسة كذا في النظام التقليدي، ولكن هنا أقصد في البيئة التعليمية في التعلم عن بعد هي مكان العمل للطالب، وهي غالبا ما يكون عبارة عن عملية البيت تاعه أو الكافينت أو بالنسبة لمركز التعلم. خلينا كان ماشي. نعم ستكون إن شاء الله متاح المادة بعد ما أنهي المناقشة، راح إن شاء الله أبعث للدكتور محمد على أساس أبعث لكم إياه، أو ممكن نحطه على موقع المنظمة. ماشي. شكرا لحضرتك جدا على الثقة الغالية الكبيرة دي. إن شاء الله كل الحضور الكرام اللي هيعمل التقييم بتاع الورشة دي إن شاء الله الإيميلات بتاعتكم موجودة، هيتم إرسال الميل على طول لكل المشاركين. نعم بروفيسور ياسر، نعم جاوبنا على السؤال، نعم صحيح. محمود صالح، فضلك، كيف نجحد من الغش في الاختبارات الإلكترونية؟ أنا بعتقد كمعلم إذا أنا بدي أحد من الغش في الاختبارات الإلكترونية، قصدك الاختبارات المحوسبة الكويز وليس أوراق العمل، أنا بعتقد يعني أنه ممكن تكون بعملية تصميم الاختبار
بطريقة ذكية. نأخذ على سبيل المثال نعطيك امتحان مثلا GRE عفوا أو امتحان التوفل، وهذا معروف إنها إيش امتحانات صحيح، أنا بكون موجود هناك مراقب في الجسد، ولكن أحيانا نجد هناك أنا بتكون إلكتروني بالكامل، غالبا إنه بكون إيش الوقت الزماني بسيط جدا قليل، ممكن يكون كل نقطة وعلامة يكون إلى أقل من دقيقة، ممكن 50 ثانية 40 ثانية. هاي نقطة. النقطة الثانية ممكن نعمل عملية تراك آيز، أو ممكن برنامج لتصميم تسجيل الشاشة. هذه عبارة عن اقتراحات، ولكن بصراحة أكون صريح معك ما بعرف هل تزبط ولا لا. مثل ما ذكرت بعض الأشخاص استخدموا زوم، ما بعرف إلى أي مدى كان إنه يكون بمراقبة الطلاب بعد مشاركتهم لا السكرين لهم، لأن هناك خصوصية الطالب الرقمي مهمة جدا، وإحنا دائما نتكلم عن خصوصية الطالب، وعلى علمكم تعتبر من أهم معيقات التدريس عن بعد في حالات الطوارئ مشكلتين: مشكلة عدم المساواة الرقمية، وأيضا بالنسبة لانتهاك خصوصية الطلاب عبر الإنترنت، وأيضا انتهاك خصوصية الأهالي. ممكن تكون محاضرة قادمة عن إيش كيفية انتهاك خصوصية الأهالي بالرغم أنهم ما بيستخدموا الإنترنت في التعليم، ولكن يتم انتهاكها بطريقة غير مباشرة. في سؤال ثاني ممكن ممتاز. بشكل عام أنا بستخدم طريقتين. الطريقة الأولى أنا مثلا عندي المحاضرة بتكون دائما يوم الأحد، عندي يوم السبت بكون برفع كل المواد كل الأنشطة على نظام مودل، بكون بطرح الأسئلة الموجودة، وإذا كان في مهام يجب على الطلاب تنفيذها بذكرهم فيها، هذه نقطة. ويوم الأحد مثلا بتكون الساعة 2 بيكون عندي محاضرة على زوم لمدة 3 ساعات. الآن أول ساعة تكون غالبا لمناقشة، أول ممكن يكون لدعم الدعم النفسي للطلاب بشكل عام، يكون جزء من المناقشة إذا في عندهم أسئلة واستفسارات عن المحاضرة السابقة أو عن المهام القادمة، وبعدها بقدم المحاضرة. الآن عملية المناقشة بترك للطلاب المجال مفتوح، إنه ما بعمل زي ما تقول حاجز ممنوع تقاطعني، لا أعطيني إشارة أنك بدك تحكي وتفضل احكي. غالبا المحاضرات تكون على شكل نقاش أكثر منها على شكل محاضرة، لأنه بتعرف استراتيجيات جلب انتباه الطالب مهمة جدا، وهذه مهمة جدا. ممكن حتى أبحاث الآن بعض المجلات العالمية بدأت عملية إيش call for papers، تناقش عملية انخراط الطلاب students engagement في مجلة sustainability، في مجلة بالنسبة لها educational technology، مجلة أسترالية، في مجلة أمريكية، كثير مجلات، لأن المشكلة هي عبارة عن إيش عدم متابعة الطلاب للمحاضرات أونلاين أو عدم انخراطهم. بالنسبة للبرنامج لاقتباس اللغة العربية، هو نفس البرنامج اللي بنستخدمه دكتور أحمد في عملية إيش الفحص اللغة الإنجليزية. توديران خلينا ببعث على الجروب كمان شوية، خلينا بس أعرض لكم المصادر. الآن ممكن تستفيدوا، جامعة قطر قامت بوضع دليل لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، لاحظ سوف أكون بعرضه. أوكي، هل ظهر عند الجميع؟ والله أعطيني إشارة إذا ظهر عندكم. هل ظهر؟ لا؟ طيب أوكي خلينا، مش مشكلة، بدي أعمل ستوب من، بدي أرجع لعملية، أيوة عملية شير الآن هي موجود، ظهر بتوقع عندكم صح؟ موجودين؟ أوكي نعم ممتاز. طبعاً إذا بتلاحظوا إنه إيش هاي بالنسبة للاختبارات القصيرة والأسئلة المقابلة، اختبارات الكتاب المفتوح open resource،
الاختبارات والامتحانات الآلية الناشئة طريقة التقييم والتجزئة. أنا بنصح كل واحد فيكم يطلع عليه، راح أقوم بتوفيره منكم ضمن المحاضرة، لأنه كل واحد لها إيش المزايا والعيوب حتى تكون عارف. ثانية أخيرة، أنت كمحاضر كمعلم أنت ملك المكرر، أنت ملك لهذا المكرر تاعك، ملك في آلية واختيار الأدوات المناسبة لعملية التقييم. احنا ما نقوم بعملية عرض للنماذج المتوفرة، عرض لبعض النقاط التي او بعض التجارب التي قام الاخرون باستخدامها في عملية التقييم، ربما نجحت عندهم وربما لا تنجح عندك، ولكن انت تبقى الملك للمقرر تاعك، انت القادر على تقدير الاشياء التي تعمل مع طلابك لتقييمهم وحسب الوقت تاعك او الآلية التي تريدها. في أي سؤال أو استفسار؟ أنا بعتقد أنه هاي كانت آخر جزء ممكن تكون. شكرا لكم، شكرا لحضوركم. أي سؤال أنا جاهز فيه للاستفسار. المادة مثل ما قلت راح أبعتها كمان شوية. شكرا لحضرتك دكتور زهير، شكرا لحضرتك. في عندنا مداخلة صوتية من آلاء. دكتور آلاء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا دكتور على المحاضرة الرائعة ديت. سؤالي، حضرتك في المحاضرة ركزت بشكل أساسي على تقييم الطالب وتقييم المادة التعليمية. في جزء عايز أسأل فيه، إحنا دلوقتي في مصر في نهاية السنة الدراسية للطلاب، فإحنا كمدرسة محتاجين إن إحنا نقيم الشغل اللي إحنا اشتغلناه مع الطالب بشكل عام. يعني بمعنى إيه؟ إن إحنا عايزين نعمل تقييم في المدرسة، نقيم المعلم ونقيم المادة العلمية ومستوى الطالب ونقيم الأدوات الإلكترونية اللي إحنا استخدمناها علشان نقدم أثناء المشكلة بتاعت الكورونا اللي احنا فيها. فالاستمارة التقييم اللي احنا هنعملها دي اللي هيملاها ولي الأمر أو الوالدين علشان نعرف العقبات اللي واجهتهم أثناء الفترة ديت والمشاكل اللي قابلوها في العام الدراسي بشكل عام مع أولادهم. فحضرتك يعني تقترح إيه البنود اللي المفروض نركز عليها علشان نطلع باستمارة تقييم موضوعية وفيها قدر كبير من الصدق والثبات عشان نطلع نقدر نطلع بنتائج بقى كويسة نشتغل عليها في العام الدراسي القادم في المدرسة؟ ممتاز جدا، شكرا للدكتورة. لا أولا أول نقطة، أحتاج إلى عملية تقييم مدى جاهزية الطلاب للتعلم أو التدريس عن بعد تحت حالة الطوارئ. هذه نقطة، هل هم جاهزين أم لا؟ هل العائلات جاهزة أم لا؟ جزء. الجزء الثاني، أحتاج إلى تقييم المعلم. تقييم المعلم من حيث تربوية، من حيث استخدامه لاستراتيجيات التعليم المتنوعة. هل عمل بالنسبة أدوات التقييم التي استخدمها، هل هي مناسبة أم لا؟ بالإضافة إلى ذلك، تقييم المعلم تكنولوجياً. هل هو قادر على استخدام التكنولوجيا وتوظيفها لعملية التعليم والتعلم أم لا؟ الجزء الآخر يتعلق بالنسبة للمعلم، لإدارة الوقت، لإدارته بالنسبة لتوزيع المهام بينه وبين الطلاب، لقدرته على تقييم الطلاب. الجزء الآخر يتعلق بعملية تقييم المادي. هل المادة التي تم تقديمها للطلاب هل هي مناسبة؟ هل المادة حققت الأهداف التي وجدت من أجلها؟ هل المادة التدريبية راعت الفروق الفردية للطلاب؟ هل اعتمدت على شكل المحاضرة أم على شكل المشاريع؟ ممكن أبعث لك أفكار من خلال المتابعة تاتي، خذ الإيميل تام للدكتور محمد، ممكن نتواصل. لأن هناك عدة محاور، عدة مجالات، لأن عندي طلاب أولياء أمور، خلينا نقول هذا جزء، عندي معلمين جزء آخر أو محور آخر، ومن ثم عندي أيضا بالنسبة للمادي، وكل واحد فيها له مجموعة محاور. المادة التعليمية أو التعليم الرقمي أو المحتوى الرقمي له، ممكن أقوم بتقسيمه إلى خمس محاور،
عملية بالنسبة لها المحور الأول المتعلق بآلية التصميم، عملية تحقيق الأهداف، استخدام المالتي ميديا، عملية مبادئ أو خلوة من الأخطار، عملية أنه هل هو تفاعل أم هو فقط، عبارة عن عملية نص. في عدة محاور يجب أن نقوم بعملية إيش؟ أخذ بعين الاعتبار. واضح دكتورة علاء؟ واضح. أنا بس عندي تكملة صغيرة للسؤال. فضل. دلوقتي هل في أداة تكنولوجية نقدر نصمم عليها التقييم ده وتكون سهل بالنسبة لأولياء الأمور إن هم يطبقوه؟ هو أنا بطبق يعني استخدم جوجل فورم بنعمل عليه، هل في أداة أفضل من جوجل فورم ولا جوجل فورم حضرتك ترشحها؟ أنا أولا جوجل فورم ممتاز جدا، بستخدمه كثير ماشي، لأنه مجانا وبقوم بعملية التحليل بصورة مباشرة، هذا نقطة مهمة جدا. في سيرفي مونكي بالنسبة لعملية سيرفي مونكي، ولكن هذا بدك تدفع عليها مكلفة، ممكن المدارس الخاصة تكون بإنشائها أو استخدامها. ممكن أنت تقوم بعملية استخدام بعض الأدوات الأخرى المدفوعة، أنك تقوم بتصميم موقع وتطلب من الطالبات أو أولياء الأمور الدخول. ولكن أنا بتقديري نصيحتي لك ركز على استخدام جوجل فورم، لأنه مجاناً عملية التحليل يقوم بها. حتى أحياناً نستخدمه في عملية تصميم الاستغلالات للبحوث العلمية حتى نقوم عملية تحليل بسرعة سريعة جداً. رائع جدا، شكرا جدا لحضرتك. وانا بس عايزه وسيله التواصل مع حضرتك لو ايميل اقدر اخده منك. ماشي، هاي بدي اكتب لكم الان بالنسبه لها الايميل تاعي، هو موجود على الماتيريال ان شاء الله. شويه، هاي الايميل تاعي دقيقه بس دكتور محمد، هاي الايميل تاعي موجود zkhlaif@najah.edu. شكرا لحضرتك يا دكتور، وشكرا لجميع الحضور الكرام. ارجو ان شاء الله يعني كل الحضور الكرام يكون الورشه كويسه بالنسبه لهم، واطلب منهم طلب بعد اذن حضراتكم جميعا الماتيريال هتبقى موجوده ان شاء الله بعد اذن الدكتور زهير. فاللي عاوز الماتيريال يا ريت بعد اذن حضراتكم يتبع التقييم ده اللي هو التقييم الخاص بالورشه، احنا نطلبه بس بحيث ان احنا نخرج باحسن جوده للورشه القادمه ان شاء الله. وتاني حاجة، اللي ما حضرش الورشة اللي احنا شغالين فيها حاليا او حضر جزء منها يقدر يتابعنا على قناة اليوتيوب، هيشوف القناة وهيشوف الفيديوهات كلها السابقة اللي احنا عملناها باللغة العربي، وكمان في بعض الورش باللغة الانجليزية، فياريت تعملوا القناة سبسكرايب او تتابعوها. وكمان احنا عندنا قناة على التليجرام خاصة بالنسبة لنا، قناة التليجرام دي بتبقى موجودة عندنا، بننشر عليها الاحداث اللي احنا بنعملها ويدرب بتاعها. وكمان ده الجروب اللي احنا شغالين عليه على الفيسبوك، لو حد حاول يتابع فيه بيبقى فيه منشور حاجات جديدة في مجال التخصص تكنولوجيا التعليم على مستوى أفريقيا. يعني التقييم ده مهم جدا بعد اذن حضراتكم، يا ريت نقيمه بحيث ان شاء الله اللي هيبعت لي التقييم اساسا دكتور زهير ان هو هيتبعت من خلال على الايميلات الشخصية ليهم لكل الناس المشاركة معانا. أشكركم وأشكر للدكتور زهير، وإن شاء الله معنا ورشة الجاية بإذن الله معنا دكتور متخصص هيتكلم عندنا عن نتورك، هنشوف حاجة في الشبكات في التعليم والتسجيل لها متاح، ويتم الإعلان عنها النهاردة إن شاء الله بالليل أو بكرة الصبح. وشكرا لكم، وشكرا للدكتور زهير، وشكرا لحضور الكرام. شكرا لكم، وشكرا لجميع الحضور، وشكرا لأمير الشركة. إن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الروابط بتاعت التقييم يعني ترسلها على الإيميل؟ نعم يا فندم. الروابط بتاعت التقييم ترسلها على الإيميل يعني؟ لأنه هنا ما أنا بعتها في الشات حالياً يا فندم. نعم؟ بعتها في الشات. بعتها في الشات؟ أي. يعني أعمل لها كوبي من الشات يعني؟ اي فندم، هتاخديها حضرتك كوبي وتشوفيها، وعندنا رابط القناه بتاعتنا اللي ما حضرش الفيديو او عايز يشوف الفيديوهات القديمه، لان احنا عندنا مثلا ورش كتير باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، بقى لنا كتير مثلا 80 فيديو، فممكن نشوف الفيديو اللي يحتاجه في اي مجال من تصميم تعليمي او تكنولوجيا التعليم كلها،
موجود على اليوتيوب شانل بتاعتنا. طيب اذا شخص عاوز يقدم محاضرات عبركم كيف يكون؟ كيف يتواصل معاكم؟ يتواصل معايا على الايميل بتاعي الشخصي اهو. موجود على الايميل على يتواصل معايا على لا مرسل في الايميل يعني على هذه القناه على هذا الايميل بتاعي. دكتور عندي محاضره برجع لك ماشي. تفضل دكتور زوي ده الايميل الشخصي بتاعي. برجع لك يا دكتور ان شاء الله. ماشي دكتور محمد. شكرا على حضرتك دكتور زهير. انا مع حضرتك. توكل على الله. شكرا لكم ان شاء الله نلتقي باذن الله. السلام عليكم. ده رقم التليفون الشخصي بتاعي كمان.